انه الفرص الاولى كانت خاصه هاي الاولى، الصور امامك، شكرا للزملاء. نعم دقيقه ثامنه، يعني ربما كانت نقطه تحول المباراه هي هذه هذه الفرصه بعد ما ضيع رحمون كره عايده من الحارس، يعني كانت تطلب الا دخول الى المرمى، لكن عادت هذه الكره الصيفيه مجددا بوسط زموم، وليد يسدد من بعيد والهدف، زموم يسجل من بعيد ويفتتح باب التسجيل. زموم وضعية مناسبة، تسديدة قوية تفتح باب التسجيل بطريقة دقيقة جدا، قوية مركزة داخل إطار زموم، يفتتح باب التسجيل لفائدة وفاق سطيف. الرد جاء سريعا وحازما، شوف وضعية مناسبة، مراوغة أو ترويض ووضع الكرة في المكان الذي يجب أن تكون فيه، قوية جدا، والقائم يساعد في دخول هذه الكرة إلى الإطار أو إلى داخل الإطار. إذن محاولة أولى صطيفية تكلل بهدف أول في هذه المباراة. زموم إذن يفتتح باب التسجيل لفائدة وفاق سطيف في هذه الدقيقة التاسعة بعد تضييع فرصة أولى كانت الكرة مباشرة في القائم وتدخل. هنا كرة ردة فعل مباشرة بعد الهدف، كانت كرة ثابتة، نقطة قوة كما كان يقول طارق صحيح قبل بداية المباراة جيدة. هي نعم هي كرة ثابتة. هنا الاختصاصي كرة لم تتجاوز الخط أمام لاعبين اثنين الحمري، إنما محاولة ربما تزيد وضع الكرة، والثاني جيدو يتمكن من إضافة الهدف الثاني. وضعية مناسبة جدا وأخطاء بالجملة من دفاع اتحاد بسكرة. جيدو في وضعية مناسبة يستقبل الكرة ويسدد بقوة يضيف الثاني، شوف تمريرة ميليمترية من زموم وليد مسجل الهدف الأول، وضعها كما ينبغي أمام جيدو. هذه هي الكرة وتقليص الفارق وتسجيل الهدف، وتقليص الفارق وتسجيل الهدف عن طريق حمزة والناس. كنا نتحدث قبل اللقطة، قلنا أنه يفترض أنها في وضعية شيخي طويلة طويلة طويلة. الثالث 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 ضاع على وفاق سطيف، الثالث ضاع من جانب اتحاد بسكرة. شوف الخطأ المرتكب، الكرة ما وصلتش كما ينبغي من إخوان نصر الدين، متابعة من زموم، لكن شوف الكرة ربما كانت أقوى من اللعب من جانب وفاق سطيف. يسعد هذه الكرة إلى عويسي، ثم عادت وصارت بسكرية مجددا، بينما اللاعب سطيف يبقى واقع على أرضية الميدان. مدان مدان على الجهة اليمنى، توزيع والثاني، وهدف التعادل، وهدف التعادل لفريق اتحاد بسكرة عن طريق والناس حمزة على ما أعتقد. سلسلة من الكرات كانت الكرة عند لاعب اتحاد بسكرة، لم يتوقف اللعب، ولما عادت لوفاق سطيف أيضا اللعب لم يتوقف، وبالتالي مواصلة اللعب، ثم والناس حمزة يتمكن من إضافة الهدف الثاني. شوف تبادل كروي، والناس حمزة وصلته الكرة في وضعية مناسبة، أضاف الثاني وعدل النتيجة وعاد المباراة إلى بدايتها. والناس حمزة إذن يسجل الثاني في هذه الدقيقة 60 أو 61. ما فيه بطاقة صفراء لأحد اللاعبين، لاعبي وفاق سطيف، بعد احتجاجهم ربما على الحكم، ربما القائد شعيبي إدريس. قلت بصراحة اللاعب كان ساقط على أرضية الميدان، الكرة لما كانت عند لاعبي اتحاد بسكرة لم يتوقف اللاعب، ولما عادت لوفاق سطيف أيضا اللاعب لم يتوقف والحكم لم يوقف اللاعب، وبالتالي تواصل اللاعب، تواصلت اللقطة، وتمكن فريق اتحاد بسكرة من معادلة النتيجة وتسجيل الثاني عن طريق مسجل الهدف الأول والناس حمزة الذي أضاف الثاني. شوف هذه المحاولة، الكرة التي ضربت اللاعب وصدمت باللاعب يبقى واقع على أرضية الميدان، ثم تواصل اللاعب. هاي الكرة عند لاعبي فريق اتحاد بسكرة، ثم عادت لفريق وفاق سطيف. هاي الكرة عند جيدو أيضا لم يوقف اللاعب، وتمت استعادة الكرة مجددا من جانب فريق اتحاد بسكرة، تواصل اللاعب وتم تسجيل الهدف الثاني.
بهذه الكيفية وهذه الطريقة، والناس حمزة وضع نفسه في المكان على الصيام. شريف دفعه لن يذهب إلى الزاوية البعيدة وإلى المنطقة البعيدة، وغطى المنطقة كما يجب وضيع الثالث على فريق اتحاد بسكرة الذي كان أقرب لإضافة الهدف الثالث. ضروري أن تكون فيه تغييرات خاصة في ظل الجو الحار، وأيضا الفرصة مواتية ربما أو ضرورة منح الفرصة للاعبين آخرين. توزيعة قصية لكنها لم تكن قوية صالح أو بالنسبة للحارس السعيدي بعلي. سهلة لسعيدي زكريا، كرة أشرف المغرب بينما كرة من هناك أبقى داخل منطقة عملي. زقنون بعد الكروي ثنائي مدان، مدان تعود مرة ثانية ومرر هناك لتمر نزار، تمريرة تمريرة ضاع الثالث، ضاع الثالث على وفاق سطيف سعيد. المراوغة ربما تزيد من بعيد وكاد تكون عرض في الثالث، كادت أن تكون كرة الهدف الثالث. ترويض بطريقة جيدة والتسديد بالقدم اليسرى المخادعة، شوف المراوغة والتسديد من جانب تامر نزار يدخل في هذه المرحلة الثانية. طريقة فنية استعراضية لسوء حظه أن الكرة لم تكن في الإطار، ولحسن حظ سعيد زكريا أنها كانت يريد ربما توزيعة أخرى من الجهات المقابلة اتجاه عقون، تسديدة بخارج القدم قوية من عقون طارق لكنها فوق الإطار. بالقاسم عبد الحق يأخذ مكانه، دقيقة الثالثة من الوقت البديل والرأسية، رأسية بعلي. محمد الصديق مرت فوق الإطار، شوف الركنية منفذة بطريقة جيدة، ارتقاء جيد والرأسية لكنها فوق الإطار وبعيدة نسبيا عن إطار مرمى الحارس سعيدي. والكرة كانت من بعلي محمد الصديق ومدان. إذن آخر كرة. شكرا سيداتي سادتي على حسن المتابعة لصاولو، فنتيجة 2-2 النتيجة النهائية. ألقاكم في